بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أيها السائل ما الخطب الفظيع، أيها السائل ما الخطب الفظيع، ما نحيب العرش ما الصوت المريع، أسرع الخطوة إلى البيت الرفيع واسأل الأشهاد عن بنت الرسول. يا من تسأل شنو اللي صار على الزهراء، روح إلى بيت الزهراء، أكو شهود ببيت الزهراء شافوا اللي صار، اسألهم واحد واحد، ذول الشهود هم يجاوبوك شنو اللي صار. أيها السائل ما الخطب الفظيع، ما نحيب العرش ما الصوت المريع، أسرع الخطوة إلى البيت الرفيع واسأل الأشهاد عن بنت الرسول. سل عليا عندما جار الصحاب، سل عليا، الشاهد الأول، سل عليا عندما جار الصحاب، كيف أهوت فاطم فوق التراب، كيف أهوت فاطم فوق التراب، تشتكي كسرا ومسمارا وباب، تشتكي كسرا. سل عليا، سل عليا عندما جار الصحاب، كيف أهوت فاطم فوق التراب، تشتكي كسرا ومسمارا وباب. أي رزء ذاك يا فحل الفحول، مجتباها، الشاهد الثاني، مجتباها مجتباها، هل رأى نسف الدماء حين سالت من سياط الجبناء، وبوكز السيف أمست في انحناء، ألف ويلاه للطهر البتول. بعد والله عن سوائد المتن، عن حمر اليدين، عن نثار القرطي ينبيك الحسين، عن سواد المتن، عن حمر اليدين، عن نثار القرطي ينبيك الحسين. أصبحت محمرة خدا وعي، يا لذاك الرز والخطب المغول، أحقيق 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 لم تذق طعم الهجوم، أحقيق لم تذوق طعم الهجوع، أرقتها رضة بين الضلوع، أحقيق لم تذوق طعم الهجوع، فاطمة أرقتها رضة بين الضلوع، كم رأتها زينب تجري الدموع، كم رأتها زينب تجري الدموع، تطلب الموت بآغات تطول، زين بتعاين الأم يا وضح، يا يا باب يا وضيع، ايد فوق العين وايد على الضليع، تعاين امها مقب عبضيم الدغار، وتشتي حالتها لعلي فارس ما
مضار تقل بعيونك شفت ضلع كسر وشفت سطرة قنفذ الخلت طبيع بعد شو تقول له انت حادر بالحرب مالك مثيل وانت وقت الضيج حمايل دخيل ودخلت عندك بدمع اللي يسيل والدخيل العرب توقف لدريع والدخيل العرب توقف لدريع ليش ما وقفت لي يعني ويا عاد اللي يطيح بمازمة بس يصيح بصوت يا حامل حمى تقضي شتة بالأرض يا بالسماء وانا قدامك طفى ونور ليش يا وسفة وانا قدامك طفى ونور ليش طفل شلون من تشوف هالمنظر أمها ضلوعها من العصرة تتكسر راحت صوب أبوها والجدم يعثر تقل ضربة وامي ابويا يا حيدر ضربوها على خدها وشفت صار احمر وانت شلون ساكت يا اسد خيبر وانت شلون صابر يا اسد خيبر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون باعتبار الليلة ليلة الختام فأود أن أذكر بما مضى حتى أكمل ما تبقى من البحث إن شاء الله تعالى هذه الليلة. نحن في دور ثالث قامت به الصديقة الكبرى السيدة الزهراء عليها السلام وهو الدور الرسالي اللي فصوله ابتدأت من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وامتدت بعد شهادته صلى الله عليه وآله في الدفاع عن النبوة والإمامة بل الرسالة بشكل كامل ولهذا عبرنا عن دورها بأنه دور رسالي زين هذا أخذنا المحطة الثانية أنه الزهراء كانت تعمل بهذا الاتجاه وهناك من كان يعمل باتجاه آخر ضد حركة النبي الأئمة الأطهار السيدة الزهراء عليه السلام وهذا العمل اللي كان ضد الإسلام الحقيقي المتمثل بمن ذكرت ما كان فقط عمل فردي وإنما عمل جماعي منظم من خلال عقد مؤتمرات لضرب الإسلام وغير ذلك على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج وقد أثبت كل ذلك من خلال القرآن الكريم هذا كله أثبتناه وانتهينا منه في الواقع وما خلينا حلقة مفقودة في هذا الجانب زين ثم انتقلنا إلى أمر آخر محطة ثالث الأمر الآخر كان معقول أكو بالأمة الإسلامية من هم كذلك والله تعالى يقول عن هذه الأمة كنتم خير أمة أجبنا عن ذلك معقول أكو في الأمة مثل من ذكرتم والله تعالى يعبر عن هذه الأمة جعلناكم أمة وسطا أجبنا على ذلك وقلنا الأمة الوسط شنو من بعد ذكر الآراء والإشكالات على الآراء المطروحة وتبني الرأي الرابع اللي هو الوحيد القادر على بيان وجه الترابط بين أمور ثلاثة مذكورة في هذه الآية الكريمة وانتهينا من ذلك وهذا نقلنا إلى محطة رابعة ليلة البارحة المحطة الرابعة كانت تقدر تعطينا وضوح أكثر بهويات ذول اللي يشكلون هاي المؤتمرات ويعقدوها لضرب الرسالة
قلنا نعم نقدر نوضح الصورة أكثر، ووضحنا الصورة من خلال عناوين على الأقل ثلاثة ذكرها القرآن غير ذكرناها بأول البحث، وهو عنوان لا تقدموا، وعنوان النجوى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وعنوان اتهام النبي بالغلول صلى الله عليه وآله من قبل بعض المسلمين المحسوبين على المسلمين في الواقع. وجبنا مصادق حتى من البخاري أنه أصحاب هذا التوجه منه، وبينا ذلك. زين، هذا جرنا إلى محطة خامسة، والليلة أريد أختم بالمحطة السادسة الأخيرة. المحطة الخامسة، النبي اتخذ تدابير أمام هؤلاء. يوم اتخذ تدابير؟ أجبنا اتخذ على الأقل تدابير ثلاثة، بس اعتبر هاي التدابير الثلاثة على نحو المثال مو على نحو الحصر. يعني تدبير من التدابير مرتبط ببيان أن نبوة المصطفى هي النبوة الخاتمة لما بعدها نبوة، وبذلك النبي ضرب أصحاب الإدعاءات الفارغة. وأصحاب الإدعاءات ما كانوا بزمن النبي فقط، أصحاب الإدعاءات بزمن النبي موجودين وبعد النبي موجودين، واليوم هم شنو؟ أصحاب الإدعاءات موجودين، وادعاءاتهم هم ما تتوقف عند جهة من الجهات وأمر من الأمور، وإنما الإدعاءات باتجاهات شتى وأمور كثيرة في الواقع. المسلم الواعي المؤمن، خلي أعبر، المؤمن الواعي اليقظ، مو المؤمن النائم الغافل، الكل شيء يعبر عليه وكل شيء يمشي على ظهره وكل شيء. هذا شو من مؤمن هذا؟ ما تقول شو من مؤمن هذا؟ مؤمن فطن، المؤمن كيس، المؤمن ذكي، المؤمن يقرأ الصورة بشكل دقيق، المؤمن يفهم الأمور، المؤمن يتأنى، المؤمن ما يستعجل، المؤمن حذر، المؤمن الشكل هذا خو، مو كل شيء يمشي على المؤمن يعني. المهم أصحاب الادعاءات موجودون في كل زمان وعلى الادعاءات والآخر. المهم، والمؤمن يكون يغربل ويقرأ المشهد بشكل دقيق جيد. وهذا التدبير الأول. التدبير الثاني، قلنا الحفاظ على الرسالة بلغة المفهوم اللي عبر عنه المصطفى بكثرت علي الكذابة أو ستكثر علي الكذابة فديروا بالكم منهم. وقلت الكذب على رسول الله، هي 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 هي، جيب شهرين ثلاثة أشوف لك شو تم الكذب على رسول الله. يعني كذبة من الكذبات الكلش يعني واضحة، والزهراء وقفت ضد هاي الكذبة بوضوح. كذبة نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هاي كذبة من سلسلة أكاذيب لا عد لها ولا حصر. والبارحة قلت لكم راجعوا الكتاب الفلاني وشوفوا مجموعة كبيرة من الأكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أسهل عليكم الطريق. كذبة من هاي الكذبات احنا معاشر الأنبياء ما نورث. الزهراء وقفت بخطبتها قالت لهم أبويا ما يخالف القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول الأنبياء شنو؟ يورثون. أبويا شلون يخالف القرآن؟ بعدين أبويا إذا أراد يتكلم عن الإرث يتكلم عن الإرث، موضوع الأنبياء إلكم يو إلي. أنتوا شلون دخلكم بالموضوع؟ حتى النبي يسولف لكم ما يسولفني. موضوع إرث الأنبياء مرتبط بي لو بيكم. هو بالزهراء مرتبط، أنا بنت محمد مو أنتوا أبناء محمد، بس أنا بنت محمد. فالنبي إذا يريد يقول الأنبياء ما يورثون المفروض يقولكم لو يقول لي، يقول لي إيش معنى النبي يقولكم ما يقول لي؟ هو القضية مرتبطة بي مو بيكم، أنا بنت محمد الإرث يرتبط بي مو بيكم. فإيش معنى النبي ما قالكم ما قال لي قالكم؟ شو هالحكي هذا؟ شو وتدبير ثالث، رسول الله صلى الله عليه وآله حافظ على الرسالة من خلال المصداق، يعني بلغة المصداق اللي بيّن النبي مصادق عدة في زمنه. قال ذولا لا تئتمنوهم لا على الدنيا ولا على الدين، ذولا غير مؤتمنين. وهنا أنا أكو فد ملف إذا أردفت أحبابه بكل صدق أقولكم ما ينسد بمحاضرتين ثلاثة، أنه النبي شنو كان الطرق اللي يستعملها لفضح اللي يستحقون ذلك. يا شباب، النبي ظرفه كان ما يسمح أن يصعد على المنبر يقول أيها المسلمون
أسب الله أبو سفيان الرجال مفضوح، ولهذا النبي كان يلعنه بالعلن، كلش مفضوح أبو سفيان. لو الحكم أبو مروان ذولا كلش يعني كلش، بس أكو محذورات غيرهم، أكو محذورات. فالنبي كان يستخدم عدة أساليب وطرق حتى يكشفهم للمسلمين من خلاله. وضع النبي ما كان يسمح له أن يتصرف أكثر من ذلك. دباوعولي التفتولي، وضع النبي ما كان يسمح، والنبي أعرف بزمانه مني ومنك، فما يقدر أكثر من هاي التصرفات. النبي ما يقدر يوضح بعد أكثر هالشكل هذا. يعني تقول لي حكي مو واضح، وضح أكثر، أوضح أكثر. روى الخاص والعام، قاعد أحكي بدقة. لو راوي بس الخاص أقول بس الخاص، وأنا كلام أهل البيت يكفيني ما محتاج غيرهم. بس من أقول لك روى العام يعني روى العام، بل مو فقط روى العام، روى وقال هذا صحيح. تقول لي لا أجيب لك مصادر هالشكل هذا. روى الخاص والعام أنه النبي صلى الله عليه وآله يدز واحد يفتح باب خيبر، ما فتح باب خيبر. كتب الخاص والعام تقول رجع هذا الواحد يجبن أصحابه ويجبنوا، يعني هو يقول عافوني شردوا وشردت، هم يقولون رئيسنا عافنا شرد، احنا مشنو شردنا، وتعاركوا يم النبي. هم دوم يتعاركون يم النبي، دوم يتعاركون يم النبي، هاي صارت طبيعة عندهم، يتعاركون يم النبي، والنبي يطردهم ويقولهم لا ينبغي عند نبي التنازع، بيهجر تعاركة، والبارحة ذكرنا لا تقدموا تعاركة، ودوم يتعاركون يم النبي. مرض صار بيهم يتعاركون يم النبي. النبي قال لهم هسه انتو هو المهم خيبر شنو ما انفتحت، اكو واحد ثاني يريد يروح. واحد قام قال له انا يا رسول الله، قال تفضل روح، هاي الراية. هم رجع مثل مثل صاحبه، قال لأعطينا الراية غدا. ما دبرتوها ولا تدبروها، الراية صاحبها والسيف الصاحبة، فما تصنع بالسيف إذا لم تك قتالا، فكسر حلية السيف وصغها لك خلخالا. هذا الشغل الثقيل الصاحبة، يعرف صاحبة منه، صاحبة واحد اسمه علي أمير المؤمنين. بس أنت يا رسول الله تعالي، أنت أبو العلم، أنت الحقائق كلها واضحة أمامك، على شنو تدز هذا وتدز ذا، كيف يشلونه وكذا، يضعفون المسلمين من البداية، على ابن أبي طالب وأنت تعرف هاي بس علي حلها. لا، هذا أسلوب من أساليب النبي لشنو؟ لكشف لكشف إلى آخره الأشخاص والحقائق للمسلمين حتى يشوفون بعيونهم. هاي أسلوب، طريق من الطرق اللي استعملها النبي، ولهذا النبي من قال لو أعطينا الراية بالبخاري، لو أعطينا الراية، أكو واحد يقدر ينكرها؟ لو أعطينا الراية بالبخاري مسلم، من يقدر ينكر حديث الراية؟ لو أعطينا الراية غدا رجلا رجلا، هاي يعبر عنها بالإحالة الضدية. بالإحالة شنو؟ يعني اللي راحوا قبل علي ذني ينطبقا عليهم لو ما ينطبقا ما. ها، لو رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير هسه النبي هنا أنا كشف هذا وما حش فش وين ها وين ها وين هاي طريق. مثلا النبي يدس آيات مع البراءة تنقرب مكة، النبي يدري هاي الآيات من يكون يقراها؟ علي، بس ما انطاها لعلي بالبداية، ما انطاها لعلي، هو متعمد ما انطاها لعلي، انطاها الواحد غير علي. كل كتب التاريخ ذكرت اسمه، كل كتب التاريخ وكتب الأحاديث وإلى آخره،
أخذها ذاك الواحد، نزل جبرائيل على رسول الله: يا محمد لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. والرجل المنك هو علي. النبي دز على الأرسلة الأول، يعني الأرسلة، قال له ارجع. اجل النبي: خير يا رسول الله؟ قال له: والله السماء هاي بعد الله تعالى أرسل لي جبرائيل. جبرائيل قال له: على رؤوس الأشهاد. النبي جبرائيل قال لي هاي الآيات ما يبلغها غير علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب مني. هاي الآيات يو آني يو علي. هاك علي، روح أقرأ الآيات. هو النبي من البداية يطل آيات المن العلي ويقول له روح أقرأها. ليش هيك يسوي النبي؟ طرق، استعمل طرق حتى المسلمون يشوفون. وسيأتينا بالمحطة السادسة ما يثبت ذلك أيضا إن شاء الله تعالى. زين، إذن الحفاظ على الرسالة بلغة المفهوم والحفاظ على الرسالة بلغة المصداق، هاي ثلاث تدابير اتخذها النبي للحفاظ على الرسالة. سؤال يجرني للمحطة السادسة، نبدي ولا نبدي آخر ليلة بعد هذه؟ آخر ليلة. رسول الله اتخذ تدابير لحفظ الخلافة من بعده وما اتخذ تدابير؟ أنت قلت النبي اتخذ تدابير لحفظ النبوة والرسالة، هسه وإن كان الخلافة تشكل رقم عالي رقم أساسي بالرسالة، ولكن بشكل خاص النبي اتخذ تدابير للحفاظ على الخلافة من بعده وما اتخذ تدابير؟ الجواب: النبي اتخذ تدابير. سؤال: شنو هاي التدابير؟ سؤال أحسنتم، جزاكم الله خير. بس هي قبل حجة الوداع، ليش نجي النهاية؟ نبي قبل النهاية. أول تدبير اتخذ النبي صلى الله عليه وآله هو بيان الخليفة من بعده أمام الناس. هسه أمام المجتمع، المجتمع مرة يكون مصغر يو يكون شنو، المجتمع الكبير لو، المهم أبين الخليفة من بعدي منو بكل وضوح وبكل صراحة وبشكل لا يقبل اللبس. النص كلش هم جلي اللي قال النبي. تقول لي وين؟ ابتداء ببداية الدعوة وانتهاء بشهادة رسول الله ومرورا بكل حادثة كانت تصير. يقول علي بداية الدعوة وين؟ انذار العشيرة: من منكم يؤازرني على أن يكون خليف أخي ووزيري وخليفتي من بعدي. يا أخي بعد، يعني هسه أوضح والله ما تعرف شنو تقول والله، يعني أوضح من هالحكي هذا والموجود في كتب المسلمين، تاريخ الطبري موجود وغير تاريخ الطبري. شوف العلامة الأميني رحمه الله بالغدير ثبت من كم مصدر بغيرنا: خليفتي من بعدي، خليفتي من حكاية عربية واضحة ما تقبل، كلش واضحة مثل الشمس. بأول الدعوة قال علي، بأول الدعوة قال، وبآخر حياة النبي الأمر المذكور المشهور ذائع الصيت اللي ذكره الأخ الكريم بعد حجة الوداع اللي هو الغدير: يا أيها الرسول بلغ. والنبي صلى الله عليه وآله يقولهم: ألست أولى بالمؤمنين من القرآن خوتي عن النبي بلا، قال: من كنت مولى فهذا علي، يعني علي أولى بكم من أنفسكم. بعد واضح الولاية هنا، يعني الإمارة الخلافة. بعد ودي ليها ناصر ومحب وما أعرف شنو، على شنو هذا بعد؟ واضح أني أولى بالمؤمنين أنفسهم. قالوا: نعم يا رسول الله. قالوا: علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه. كل وضوح الولاية العندي اللي هي أولى من المؤمنين عند علي بن أبي طالب من بعد. بل أقولكم عبارة هسه ما أقول أوضح من هاي لأنها مو واضحة، بس عبارة كلش واضحة أخرى، ما أعرف شنو أقول وشنو أترك، حكي هواي يعني عندي بعد مواضيع كثيرة. أكو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله: الذهبي قال عنه صحيح. عندكم فكرة عن الذهبي وما عندكم فكرة عن الذهبي؟
هسه مرة أكو عالم من علماء الغير شوية متسامح مع فضائل أمير المؤمنين، مثل الجنجي الشافعي، مثل ابن صباغ المالكي، مثل الحاكم صاحب المستدرك. هسه مرة ذولا يذكرون رواية يقولون صحيحة، المتعصبين من الغير يقولون هؤلاء فيهم تشيع. هم مو شيعة، والله العلي العظيم مو شيعة، بس يقولون فيهم تشيع، فمن اقبل ما يصححونه من الروايات على العين وعلى الراس. الذهبي شنو رايكم به؟ الذهبي من المتعصبين ضدنا، من المتعصبين، يعني مو من الحمائم، من الصقور كما يعبر بلغة اليوم، متعصبين ضدنا، متطرف الذهبي. حتى شاعرنا يقول له سميت بالذهبي اليوم تسمية مشتقة من ذهاب العقل للذهبي. رجال متطرف يسبنا ويشتمنا ويحكي علينا بكل شيء. الذهبي لما وصل لهاي الرواية اللي يذكرها الحاكم بالمستدرك وقال عنها صحيحة السند ولم يخرجها البخاري ومسلم، الذهبي قال الرواية صحيحة. وإذا صحح الذهبي رواية لا يجرؤ التكفيري الوهابي السلفي الناصبي على شنو؟ على مخالفة الذهبي. يعني شلون ابن تيمية يقول الرواية صحيحة، بعدك واحد يقول لا، ابن تيمية مو صحيح، ابن تيمية شيخ التعصب، شيخ النصب والتكفير. الذهبي على هالشاكلة، على هالشاكلة، الذهبي قال عن هاي الرواية صحيحة في تلخيصه على مستدرك الحاكم النيشابوري. يا رواية، قال رسول الله. الآن كل مسلم يسمعني خيروح يبحث خلفي، دروح قاعد أعطيك مصدر، أقول لك مستدرك الحاكم بتلخيص الذهبي. الذهبي الحاكم قال صحيحة السند، فعلق الذهبي قال صحيحة السند. أكثر من هذا عش تريد مني؟ شنو الرواية؟ قال رسول الله. بأي حادثة؟ أنا أقول لك بأي حادثة. النبي دس جماعة لليمن حسب الظاهر، وواحد منهم خالد بن الوليد يوغير دس فد واحد قال له روح قل للنبي علي بن أبي طالب أخذ كذا جارية ما أعرف شنو، بس يردون يضربون عليا من النبي، يأذون عليا من النبي. فإجا هذا بريدة قال له علي بن أبي طالب هكذا أخذ إلى آخره. النبي قال لهم دعوا عليا كافي اتركوه. هاي بزمن النبي، زين بعد النبي شو يسوون دي؟ دباع شوف، دعوا عليا فإن عليا ولي كل مؤمن بعدي. فإن عليا ولي شنو؟ كل مؤمن بعدي. هاي الرواية حتى الذهبي قال صحيحة السند. زين النبي يقول علي ولي كل مؤمن بعدي. أكثر من هذا الوضوح شنو تريد؟ شنو تريد أكثر من هذا الوضوح؟ هاي لو الروايات بهالصراحة واردة، مو بهالصراحة، بنص هاي الصراحة، بربع هاي الصراحة، بغير علي بن أبي طالب، شاش صار بينا؟ شاش خلصنا؟ هاي الشباب كون يعرفون هاي الحقائق، كون تعرفون هاي الحقائق. إذن التدبير الأول، حتى هاي الساعة تركض أمامي، التدبير الأول النبي شنو؟ كان يبين من هو الخليفة من بداية الدعوة إلى شهادته صلى الله عليه وآله. النبي كان يبين. هو أكثر من هذا شنو يسوي النبي بعد؟ ليش النبي كان يبين؟ خلي أحلل لك، لا تتعب مني. ليش النبي كان يبين؟ لأن يذر النبي بأن الإسلام محاط في حياته ومن بعده بأناس خطرين على الخلافة، فلا بد يبين دائما ومرارا وتكرارا.
منو هاي الفئات؟ سجل يمك واحد، فئة المنافقين اللي القرآن مثلا يعبر عن منافقي المدينة مردوا على النفاق. شنو؟ مردوا على النفاق. شنو يعني مردوا؟ تعودة وصاروا هالخبرة. هالخبرة صاروا. يعني هسه أكو منافق بتعبير العراقيين بين قوسين غشيم، وأكو منافق متمرس على النفاق، متعود على النفاق ومستمر على النفاق. القرآن الكريم يقول عن منافقي المدينة مردوا على النفاق. زين، القرآن لما يقول عن هؤلاء مردوا على النفاق، ذولا يشكلون خطر على الخلافة والإسلام؟ لو ما يشكلون خطر، فالنبي تكون يبين الخليفة من بعد منه بشكل مستمر، لأن هاي الفئة خطرة ما تقبل بذلك. دباوع لي. هاي فئة أولى. الفئة الثانية فئة الطلقاء، اللي هم أكثر من 2000 رجل. العدد سهل؟ ها؟ مو سهل. يعني أبو سفيان وربعة، ذول اللي دخلوا الإسلام مقتنعين يوم مجبرين، خوفاً وطمعاً. دخل لي أحلل لك هذا الأمر قرآنياً. أنا بس قبل لا أحلل قرآنياً، الأحبة عافوني لو ياي. أكو ناس القرآن قال عنهم إجوا للنبي، الآن أقرأ لك الآية، قالوا له يا محمد دينك هو الحق ندري، بس إحنا ما نقدر نجد دينك. ليش؟ قالوا له خوفاً على مصالحنا، لأن دينك بعد ضعيف وقريش قوية، فإذا جينا دينك راح نفقد مصالحنا ويا من؟ ويا قريش، عندنا تجارة وياهم، راح نفقد. إحنا ما مستعدين نفقد مصالحنا لأجل دينك. هاي وين بالقرآن؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك، يعبرون عن الإسلام شنو؟ هدى. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. نتخطف من أرضنا يعني شنو؟ يعني نفقد مصالحنا. فإحنا لأجل مصالحنا ما نمشي برا هداك. سؤال، هاي قالوها يوم كان الإسلام شنو؟ ضعيفا. الإسلام صار دولة وهو القوي والشرك هو الضعيف، ذولا مصالحهم تقتضي أن شنو يسوون؟ يدخلون بالإسلام. شلون؟ اللي ما خلاهم بالبداية يدخلون خلاهم من تقتضي مصالحهم يدخلون، فدخلوا. زين، ذولا دخلوا قناة أسلموا. علي بن أبي طالب نهج البلاغة يقول والله ما أسلموا ولكن استسلموا، يقول علي عليه السلام. زين، ذولا يشكلون خطر على الإسلام لا ما يشكلون خطر على الإسلام؟ هاي فئة ثانية يخشى على الإسلام والخلافة منها. فئة ثالثة، أنا كل فئة قاعد أجيب آيتها لو من جيبي آية. تمام، الفئة الثالثة فئة مرضى القلوب. منو؟ في قلوبهم فزادهم الله. ذولا مرضى القلوب بس بزمن النبي كانوا ولا استمر؟ تدري مرضى القلوب موجودون حتى في مكة، يعني يوم كان الإسلام ضعيفا بس كانوا يذرون الإسلام راح يصير قوي في يوم من الأيام. ولهذا أحد علماءنا المتتبعين لهذا الجانب في القرآن الكريم يعبر عن هؤلاء بأصحاب النفاق الاحترافي. أحد علماءنا، أكو كتاب اسمه المواجهة بين النبي والمنافقين، رصد أو رصد قرآني، ثلاثة أجزاء، أقرؤ، أريد الشباب يقرؤون يتعلمون. هذا العالم اللي هو النيري كذا، الشيخ كذا النيري، من تلامذة السيد الطباطبائي صاحب الميزان رحمه الله. هذا العالم يقسم النفاق إلى قسمين، نفاق احترافي ونفاق اعتيادي. أقول لكم شيء قبل هذا التقسيم، المعروف أن النفاق بدأ وين؟ بالمدينة. بالمدينة لما صار الإسلام شنو؟ قوي. فلأجل المصلحة هذا العالم
يقول لا، النفاق ابتدأ في مكة، والنفاق اللي بدأ بمكة نفاق احترافي، أما النفاق اللي بدأ بالمدينة اعتيادي. يا شيخنا النفاق اللي بدأ بمكة احترافي شلون اثبته؟ يقول اثبته بثالث سورة نزلت على النبي بمكة. بشنو؟ ثالث سورة نزلت على النبي وين؟ ثالث سورة نزلت على النبي بمكة، يعني بأول الدعوة يوم مو بأولها، بأولها، بأول البعثة مو الهجرة، بأول البعثة قبل الهجرة. يا سورة، سورة المدثر اللي هي من أوائل السور اللي نزلت على رسول الله في مكة. دباوع لي القرآن الكريم بسورة المدثر يقسم المجتمع اللي النبي عاش بين ظهرانيه في ذلك الوقت في بداية الدعوة إلى كم قسم؟ المفروض ثلاث أقسام. ثلاث أقسام: أهل الكتاب، المشركون، لا المسلمون. إحنا مو قلنا المشهور عن النفاق وين بدأ؟ بالمدينة. إحنا بعدنا سب أول الدعوة بمكة، فالمفروض المجتمع هناك شو يصير؟ أهل الكتاب والمشركون والمسلمون. شوفوا الآية شو تقول بسورة المدثر وهي من أوائل السور اللي نزلت عن النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، باوعوا لي وياي: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. إيش قصار؟ اثنين كفروا، منه أهل الكتاب والمؤمنون، صار ثلاثة. وليقول الذين في قلوبهم مرض. شنو هاي عجيبة؟ هاي في قلوبهم مرض ذولا منهم؟ هسه أهل الكتاب معروفون، المؤمنون معروفون، والكافرون هم شنو؟ زين، هذا القسم الرابع بثالث سورة نزلت عن النبي، يو رابع سورة، ثالث يو رابع أول البعثة. زين، هذا القرآن يقسم المجتمع أربع أقسام ويخلي الذين في قلوبهم مرض من البداية موجودين. من هم ذولا الذين في قلوبهم مرض؟ زين، ذولا إذا بداية البعثة يوم كان الإسلام ضعيفا موجودون، بعدين من قوى الإسلام ذولا شنو صاروا؟ اقرأ الأمور بدقة حتى تعرف فاطمة الزهراء وقفت بوجه من. هاي الأجواء إذا ما تكون واضحة أمامك ما راح تعرف الزهراء شنو سوت وشنو الدور الرسالي العظيم اللي قامت به. احنا ما نحيي ذكرى الزهراء اعتباطا، شغل وعمل ما عندنا نقيم هاي المجالس، لا مو هالشكل، ولكن هسه بعض لعله ما ادري هذا الحكي اقوله مو شعارات ولا عواطف ولا مبالغات، اقول بقناعه مو راسخه فوق الراسخه ان الحق بعد رسول الله انما بان وثبت بموقف فاطمه الزهراء وبما جرى على فاطمه، ومن وضع النقاط على الحروب بعد شهادة النبي فاطمة الزهراء، ومذهب التشيع باق ببقاء فاطمة الزهراء وموقف فاطمة الزهراء، والفرقان بعد رسول الله فاطمة الزهراء. شغل وعمل ما عندنا نحيا هاي المجالس، لا عندنا شغل وعندنا عمل وعندنا، بس الحق باقي بقاء هذا الموقف الفاطمي. ولهذا أعداء أهل البيت من يجي موضوع الزهراء يغصون به، يغصون بالزهراء. صار كم فئة لحد الآن؟ ما أدري، قلنا فئة الذين مردوا على النفاق في القرآن، فئة الطلقاء ثلاثة،
وفئة اللي في قلوبهم أربعة، فئة المرجفين. القرآن أشار للمرجفين، نص التعبير والمرجفين اللي القرآن هددهم بالإجلاء عن المدينة إذا بقوا على طباعهم وما يفعلونه. المرجفون هم الذين يشيعون الإشاعات ويثيرون الفوضى بين المسلمين ويحبطون عزيمة المسلمين لصالح أسيادهم. هؤلاء هم المرجفون. ما أدري واضحة الفكرة ولا يعني؟ هذا اللي يجي طشلفد إشاعة بالمجتمع ويخوف الناس وحتى يحبط عزائمهم ويضعفهم ويخليهم ينهارون ويقضي عليهم، هذا المرجف. ذولا رب العالمين هددهم، قال للنبي، قال له ذولا لو يتأدبون لو ينفون من المدينة لو يعاقبون عقوبة شديدة، لأن ذولا قاعد يضرون الإسلام مضرة كبيرة جدا ويضرون المسلمين. ذولا شغلهم بس تحبيط العزائم وتخويف المسلمين. هاي هم فئة من الفئات. هاي الفئة شنو؟ الرابع. خمسة، فئة اليهود والنصارى الذين أسلموا، بس أسلموا قناعة لأغراض أخرى، لأغراض أخرى. مولانا ذول أعلنوا الإسلام ونشروا إسرائيلياتهم ونصرانياتهم في تراث المسلمين كالتجسيم على سبيل المثال، ونسبة الإساءة للأنبياء عليهم السلام، والغلو والتأليه وغير ذلك، وهلم جرة. هاي فئة خطرة يوم مو خطرة، فئة خطرة هم كانت موجودة. من يمثلها بعدين؟ كعب الأحبار مثلها مثلا بعدين تميم الداري، ابن منبه وغيره. كانت موجودة. فالنبي يكون يتخذ إجراءات، يتخذ تدابير قوية بالنسبة للخلافة حتى يحافظ عليها من هاي الفئات. إيش قص صار؟ خمسة ستة. الروم والفرس من الخارج، وكانوا يشكلون قوتين مهمتين في العالم. ذولا يهمهم القضاء على الإسلام بعد رسول الله لو ما يهمهم؟ يهمهم. زين ذولا يشتغلون من خلال الأدوات الداخلية لو ما يشتغلون؟ يشتغلون، يعني من خلال الفئات اللي ذكرتها قبل قليل. إيش قص صار؟ ستة وغير ذلك من فئات. الآن ما تحضرني، أنا كنت محضر سبعة بس واحدة نسيتها، في أنسيت هسه قاعد أحاول أستذكرها ما تجي ببالي. سبع فئات، أنا جمعت سبع فئات كانت خطر، تشكل خطر على الإسلام وعلى الخلافة من بعد رسول الله، ولهذا النبي اتخذ تدابير تجاههم. تدبير من هذه التدابير اللي ذكرتها بخدمتكم، بيان من هو الخليفة من بعده صلى الله عليه وآله. التدبير الثاني أكمل يو بعد ما لكم خلق. التدبير الثاني شو نعطي عنوان التدبير الثاني؟ التدبير الثاني إخلاء المدينة قبل وفاة النبي من منافسي أمير المؤمنين عليه السلام. مو منافسي، مو خوش تعبير، لا لا هيك خلي أعبر، إخلاء المدينة من الطامحين للخلافة، هذا تعبير أدق. ذاك خل مسحة من محضر الجلسة، مو شي يقولون القضاء ما قضاء، التعبير يحذف من محضر الجلسة، ذاك خل نحذفه من محضر الجلسة، هيك نعبر، إبعاد الطامحين بالخلافة من بعد رسول الله من المدينة، إبعادهم عن المدينة في أواخر حياة النبي حتى الجو شنو؟ يخلو لأهل الحق. فيأخذون مراتبهم اللي رتبهم الله فيها واللي أزيلوا عنها، لعن الله أمة أزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، كما نقرأ في زيارة الحسين عليه السلام. بس انتبه لي، فشنو سوى النبي لإخلاء الطامحين؟ جيش أسامة مثلا، جهزوا جيش أسامة
وطبعا هسه هنا انا ما ادري شنو اقول. جيش اسامه بعده ضربات مو ضربه واحده، وهذا اللي اقوله. النبي كان يستخدم قبل قليل قلت لكم راح يجي، النبي كان يستخدم اساليب عده لكشف الحقائق امام المسلمين. جيش اسامه كان بي مو هدف واحد، عده شنو؟ عده اهداف، مو ضربه واحده، عده ضربات، مو رساله واحده، عده رسائل جيش اسامه. تقول لي مثل شنو؟ اوضح لك. النبي سريه يخلي عليها اسامه ويقولهم امشوا تحت رايه اسامه، فالباقين اللي النبي قال لهم امشوا تحت راية أسامة هم مو أهل أن يقودون شنو؟ سرية. كيف يعطون خلافة أمة؟ ما أدري هاي تقروها يوم ما تقروها. شوف إيه يعني هيك كانت تحركات النبي صلى الله عليه وسلم، دقيقة وتعطي رسائل بليغة. بس خو الإنسان يكون يصير فطن ويفهمها. أنتوا سرية مو أهل أن تقودوها، شلون تقودون أمة بالخلافة؟ بدليل أنا خليتكم تحت أسامة وردت أبعدكم عن المدينة، وهذا ما صار مع الأسف. عصوا النبي صلى الله كعادتهم يعني، وما راحوا لأن شافوا النبي مريض وقال لك هاي طلعنا من المدينة وحتى تخلل علي بن أبي طالب، ما راح. بحيث صاحب الملل والنيحة للشهرستاني عبد الكريم يقول طلع النبي معصب الرأس بريض يتكي على إلى آخره وهو يقول ألم أقل لكم جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. ما طلعوا ولم يجهزوا، وبقى جيش أسامة على أطراف المدينة ينتظر الجماعة يلتحقون حتى يطلعوا، وما طلع حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله. أكو بعد رسالة أخرى بجيش أسامة النبي هم. شنو الرسالة الأخرى؟ أبطل موضوع السن. النبي صلى الله عليه وآله ضرب السن. شلون يعني السن؟ أسامة كان شاب يوم مو شاب؟ شاب. واللي النبي أمر عليهم كانوا أكثرهم كبار بالسن، وحتى بعدين لما بعضهم أحصلوا الخلافة قالوا إحنا أسن من علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب عمره 30، إحنا عمرنا أكبر فإحنا خبرتنا هم أكثر. فعلي بن أبي طالب بعد شاب. النبي أمر عليهم واحد أصغر عمراً منين؟ من علي بن أبي طالب. حتى بعد كم يوم إذا يذرعون بالسن، السن منقوض بما فعله رسول الله بسرية أسامة. شوف هاي رسالة ثانية ضربها النبي صلى الله عليه وآله. رسالة ثالثة أنه ذولا اللي النبي قال لهم لعن الله من تخلف عن جيش، صاروا واضحين أمام المسلمين أنهم عصوا النبي وتشملهم لعنة النبي، وما صاروا واضحين. هاي هم رسالة ثالثة. فسرية أسامة تحتاج شغل مكثف دقيق، والرسائل المستنبطة اللي نأخذها من هاي السرية وما يرتبط بها مفيد جدا لفهم ما كان يجري والرسائل اللي كان النبي يريد يوصلها صلى الله عليه وآله. هذا هم تدبير شنو؟ ثاني. تدبير ثالث، النبي صلى الله عليه وآله من أول بعثته إلى شهادته كان يبين أن الأفضل والأكمل والأعلم والأفقه ومن هو؟ علي عليه السلام. دائما وأبدا رسول الله كان يبين ذلك صلى الله عليه وآله. هسه ما أدري أقدر هيك أقول بسرعة. إشادات النبي بأمير المؤمنين بها عدة مجالات. المجال الأول أقدر أنطي عنوان المجال المعرفي، أعلمكم علي أقضاكم علي. في البخاري عن الثاني، في البخاري نقلا عن الثاني كان يقول أقضانا علي. دباوع لي أقضانا علي كان يقول الثاني في البخاري. النبي كان يقول أقضاكم علي، كان يقول أعلمكم علي، كان يقول علي علي علي. هذا كله إشادة بأي مجال معرفي. أنا مدينة العلم وعلي وهلم جرة. فهذا مجال علمي النبي شاد بي أشاد بي علمي معرفي، عبر عنه علمي، مجال علمي. اثنين مجال عملي. مجال عملي شلون؟ برز الإسلام أو الإيمان كله إلى الشرك كله. يو ضربة علي يوم الخندق
تعادل عباد ثقلين. هذا مجال عملي ضربة ضربة. هذا أخوه مو مثل أعلمكم علي، ذاك مجال علمي، هذا مجال شنو؟ عملي. فكان يقولهم النبي ويرسخ هذا ويخليه شكل ارتكاز في دواخلهم أنه بالجانب العلمي علي أول، وبالجانب العملي لا سيف إلا ولا فتى ضربت علي، برز علي، كذا علي. المجال العملي ذن زين. بعد وفي المجال المعنوي أيضا علي، علمي عملي معنوي. معنوي مثل شنو؟ كان يقول النظر إلى وجه علي عبادة، هذا معنوي ومو معنوي. ذكر علي عبادة. فالنبي كان يشيد بأمير المؤمنين. بالمجال العلمي خليه أول، بالمجال العملي أول، بالمجال المعنوي أول. هذا يشكل تدبير من عدة تدبيرات اتخذها النبي للحفاظ على الخلافة الحقيقية وصاحبها الحقيقي. أقول لكم شيء، احنا من مثلا نطرح حديث الراية المنزلة بالبخاري ومسلم، الجماعة شو يقولون؟ يقولون هاي لا تدل على خلافة علي، هاي تدل على فضل علي. بنقولهم يحب الله ورسوله ويحبه بالبخاري ومسلم، انت مني بمنزلة هارون في البخاري ومسلم. شو يقولون؟ يقولون ذني مو أدلة خلافة، ذني أدلة على فضل علي مو خلافة علي. احنا شو نقولهم؟ نقولهم الخليفة يجب أن يكون شنو؟ هو الأفضل عندنا وعندكم. يعني الخليفة كون يكون الأعلم، كون يكون الأشجع، كون يكون كذا الأقوى، كون يكون الأنزه، كون ذني على فضل علي، خلنا علي قمة هو الأول. فلما يكون علي هو الأفضل من خلال ذني علي يصير هو شنو؟ الأجدر بالخلافة. بعدين النبي مو بس قال ذني، قال علي ولي كل مؤمن بعدي الذهبي. قال صحيح مثل ما بينا، هاي خلافة، هاي مو مسألة فضل ومقام، خلافة. علي وليكم من بعدي، خلافة. فالنبي هم هاي بينها، هم شنو ذيك بينها، هاي تدل على خلافته باعتبار هو الأفضل، وذيك هم بشكل صريح تدل شنو على خلافته. فمنين هذا هي علي بن أبي طالب، هي علي بن أبي طالب وليست لغيره. طبعا هو حتى فاطمة الزهراء النبي هاي المجالات هم بينها بفاطمة الزهراء. يعني على المجال العلمي النبي قال سميت فاطمة لأنها فطمت بالعلم، هذا يا مجال العلم. المجال العملي إذا وقفت في محرابها كذا زهر نورها، زهر كذا نورها فكذا إلى آخره، إيه زهرت به السماوات إلى آخره، وقفت في محرابها جانب شنو؟ عمل. المجال المعنوي وبعد هذا النبي صلى الله عليه وآله قد قال عن الزهراء أنها مثلا بضعة كذا كذا روحي إلى آخره. أوه مثلا أمتنا قالوا حب فاطمة ينفع في مئة موطن، أيسر تلك المواطن القبر والبرزخ و و و و و و. فهاي المجالات الثلاثة، الأمير المؤمنين أول، وبالنسبة لفاطمة الزهراء هم شكل هذا. صار كم تدبير؟ ثلاثة يمكن. التدبير الرابع لحفظ الخلافة، النبي ربط علي بن أبي طالب بالقرآن، والقرآن بعلي بن أبي طالب. يعني حتى من قال علي مع الحق، وهذا عند جميع المسلمين، حتى من قال علي مع الحق، القرآن بالحق أنزلناه وبالحق نزل. فلما علي يكون مع الحق يعني علي مع شنو؟ خو هسه هاي بهالجانب هالشكل نفهمه. أما الجانب الآخر النبي قال لا، علي مع القرآن والقرآن مع علي ولا يفترق. وفي جانب ثالث قال إني مخلف فيكم ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. وهذا الحديث ثابت عند جميع متواتر، وتواتره أعلائي عند جميع المسلمين. ما حد ينكر حديث ثقلين في صحيح مسلم، حديث ثقلين موجود في صحيح مسلم. من ينكر، من يجرؤ أن ينكر حديث ثقلين؟
خلاصة النبي اتخذ إجراء واحد أو عدة إجراءات. والكلام كثير، الكلام شنو؟ كثير، هذا بعضه جزء منه، ولا الكلام كثير إلى وقته إن شاء الله تعالى. الدور الرسالي للزهراء عظيم، الدور الرسالي للزهراء شنو؟ عظيم سلام الله عليها. طبعا نقدر هم نضيف شيء ثالث بس وقت ما عندي أتركه إلى وقت آخر. الزهراء شنو التدابير اللي أخذتها للحفاظ على الخلافة؟ تدابير الفاطمية شنو؟ تدابير النبوية للحفاظ على النبوة والرسالة عرفناها، والتدابير النبوية للحفاظ على الخلافة عرفنا بعضها، تدابير الفاطمية هم شنو؟ هذا هم يحتاج إلى بحث. أنا ما أقدر، أحتاج ليلة ليلتين بعد. الله ينفعنا وإياكم بعلوم القرآن الكريم والعترة الطاهرة. فنجاة الدنيا والآخرة بالقرآن والعترة الطاهرة. هاي نقطة على السطر، انتهى الموضوع. نقطة على السطر. ما قامت به السيدة الزهراء عظيم، ما قامت به السيدة الزهراء عظيم. ولهذا أمير المؤمنين حين فقدها قال: قل يا رسول الله عن صفيتك صبري. قل، شلون تعبير هذا؟ يعني علي بن أبي طالب بعمره قال صبري قل؟ بس بهالمكان، علي بن أبي طالب شي قل صبره وين؟ بس بهالموضع هذا قل: قل يا رسول الله. والخطبة في نهج البلاغة موجودة، يعني قل يا رسول الله عن صفيتك صبري. قل، الله أكبر، الله أكبر. بعدين يقول له: لقد استرجعت الوديعة وودية الأمانة. بعدين يقول له: أما حزني فسرمد لا انقطاع له، وأما ليلي فمسهد، يعني سهر وأرق. ليلي فمسهد بعد فاطمة الزهراء. بويا دار للأحزان من بعدك بنيت، هاي الفئات اللي ذكرناها وغيرها كلها وقفت بوجهها فاطمة بوحدي، وانت عارف شنو صار بيها. بويا دار للأحزان من بعدك بنيت، بويا والقبرك بهالليل اعتنيت. ملت مثل الغصن وعليك انحنيت، وساعة وداعك تغير لوني يا بويا. والله ساعة وداعك تغير لوني. لأن الأبيات المحفوظات اللي كلكم حافظيهن تعرفوهن، أنا أذكر من زرت قبر النبي قريتني بقبر النبي بس بقلبي، يعني قريتني على كيف صوت ناس قريتني. قلت له: يا رسول الله، أنا هذا وجهي كله أسود ذنوب ومعاصي وآثام، ما يسوى تباوع له الوجه هذا الأسود بالذنوب، بس أنا راح أقرأ لك أبيات للزهراء حتى تباوع لي كرامة للزهراء. والله شي قلت له إذا أقرأ لك أبيات الفاطمة الزهراء راح تباوع لي كرامة للزهراء، مو الوجهي، وجهي ما يسوى. فقرأت له: ماذا على من شم تربة ربك؟ لا يجم مدى الزمان إذا زورون النبي قروهن بقلوبكم، نتمرون على شباك النبي قروهن بقلوبكم. قلوا له: ماذا على من شم تربة؟ ألا يجم مدى الزمان غوالي يا أبويا، صبت علي مصائب قروهن ذني من ترحول للنبي ذكروبين قروهن، صبت على الأيام صرنا ليالي حتى النبي باوعنا كرامة لفاطمة الزهراء. وبعد شقرت للنبي أذكر قريت لبس غاب شخصك يا ولينا، علقت رواية الشر علينا.
والله رايد دمعة أكسر قلبك ليت ختام، يعجبني أكسر قلبك على أهل البيت وعلى الزهراء. هاي الدنيا كلها ظلام، بس محمد وآل محمد والقرآن نور. كلها ما تسوى هاي الدنيا، هذا ركضنا وتعبنا وهوستنا، يجي يوم نصير جوة التراب وهاي كلها تروح لغيرنا، كلها تروح لغيرنا، هاي تعبنا وهوستنا كلها يروح لغيرنا. اللي يبقى بس هذا، هذا هذا، ماذا على من شم تربته هذا الباقي. بس غاب شخصك يا ولينا، علقت رواية الشر علينا. عيشوهن عليكم الزهراء، لبياتك فكر لي بيهن. واقفة على قبر أبوها تقول له إجانا الصهاكي وشياطينا، إجانا الصهاكي وشياطينا، وياهم حطبهم شايلينا. يعجبني أكسر قلبك الليلة، باوعلي ابقى وياي. إجانا الصهاكي وشياطينا، وياهم حطبهم شايلينا. يا يا بشايلين ايش يسوون بالحطاب، بيت بي مرة واطفال ايش يسوون بالحطاب. جاءتوا بالحروب ما طلعتوا روسكم، ما صرتوا زلم بحروب النبي. ليش حروب النبي بس العلي بن ابي طالب؟ ايش عجب بس هنا صرتوا اهل قتال ورجال على باب مرة عندها اطفال صغار، هذا 7 سنين وذاك. النبي يمر على باب فاطمه، والله كتبهم وكتبنا تقول الليله قلبي محترق على فاطمه الزهراء، وكلش عاجبني احرق قلوبكم على الزهراء. القلب اللي ما يحترق على الزهراء والحسين لا خير فيه، والله لا خير فيه. النبي يا جماعه كتبهم وكتبنا والله تقول النبي 6 شهور يطلع الصلاة الفجر يوقف على بابه يصيح إنما يريد الله ويلزم بابها بيده يصيح باب وفاطمة بابي وحجاب وحجابي. يوم من الأيام أريد أكسر قلبك الليلة، أحصل دمعة منك على الزهراء يعني أربح الدنيا والآخرة، تعرف شنو؟ شلون؟ حسبالك سهلة هي الشغلة؟ يا ابن شبيب كل دباكي ينفذك الحسين، فإن البكاء على الحسين يحط الذنوب العظام. النبي يوم من الأيام جت أم أيمن تبكي، قالها أم أيمن ليش تبكين؟ قالت له والله يا رسول الله جيت بعرس وبكيت. قالها عجيب، أم أيمن اللي يجي من عرس يجي فرحان مستبشر ضاحك، شو بتبكين؟ قالت له تذكر الشيء بكاني يا رسول الله. قال شو تذكرتي؟ قالت له يا رسول الله هاي العروسة من كمد العرس أمها نثرت على رأسها، نثرت نثرت، هسه نثرت حلويات نثرت فلوس طشت، يعني طشت على رأس بتها، فمن طشت أنا ذكرت إحنا نسينا ننثر على رأس الزهراء من الزوجات، والزهراء أمها ما موجودة حتى تنثر على رأسها وإحنا نسينا، فأنا قلت الزهراء مظلومة حتى بهاي، فبكيت يا رسول الله. قالها يعني بكيتي على الزهراء؟ قالت له نعم يا رسول الله. قال اللهم ارحم أم أيمن كما بكت على فاطمة الزهراء. يا رسول الله احنا الآن نبكي على الزهراء وقلوبنا محترقة على الزهراء، ادعونا يا حبيب الله مثل ما دعيت لأم أيمن، ادعونا يا رسول الله، ادعونا يا حبيب. كان يحب فاطمة، تدرون الزوج وزوجته من يجيب لهم ريوق، هاي عادة معروفة عند العرب، أم الزوجة تجيب لهم ريوق الصبح، يظهر بزمن النبي هم موجودة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب بيوم عرسهم، خديجة ما موجودة حتى تجيب ريوقهم، فالنبي فكر من يجز ريوق الفاطمة وعلي؟ ماكو واحد قد المقام يجز لهم ريوقهم، فالنبي هو شال قدح لبن وإجا.
دق الباب طلع لي باب علي قال لي يا رسول الله ليش زاحمت يا حبيب الله كنا فداك يا حبيب الله قال له والله يا علي خديجة ما موجودة وماكو وحدة تسد مكان خديجة حتى تجيب لكم ريوق فأنا جبت بإيدي هذا قدح لبن اشرب نصه ونص الطيل حبيبتي فاطمة قال له زين يا رسول الله بعدين النبي قال له ليش فاطمة ما طلعت سلمت علي قال له يا رسول الله تستحي منك قال له قلها خدتج السلم علي دخل علي قالها النبي انتظرج واقف اريد يشوفك يسلم عليك طلعت تمشي مستحية عثرت بثوبها طاحت من طاحت ركض النبي وقعد يمها وقالها فداكي أبوكي خو ما صار بيت شي قالت له لا يا رسول الله وقام تمسح دموعه عليها هنا أنا أقول له تبكي لعثرة شلون بيك لو تشوف عصرة تبكي العثرة شلون لو تشوف سطرة سطرة أقول لك بعد حكاية حتى نروح للمصيبة أريد أكسر قلبك بلال تأخر عن النبي شوية شوية في صلاة الفجر شوية تأخر النبي قال له بلال ليش تأخرت أنا منتظرك تأذن قال له يا رسول الله أنا أشوفك من تجي للمسجد تمر على بيت فاطمة تسلم وتقرأ الآية وتقول بابها بابي وحجابها حجابي أنا قمت من نجيك للصلاة أسلم هم أمر على الباب أسلم السلام عليكم أهل بيت النبوة موضع الرسالة يا رسول الله من نجي أتسلم سمعت صوت الحسين يبكي فدقيت الباب على الزهراء فتحت الباب قلت له ليش يبكي الحسين قالت لي بلال أنا أطحن أريد أخبز الصبح والحسين يريد ينام يبكي بالمهد وأنا أطحن شوية وسكت الحسين شوية يقول قلت له سيدتي أطحن شوية عنك على ما تنيمين الحسين قالت له يا ريت فقال له يا رسول الله تأخرت عليك لأن طحنت بالرحى ساعدت الزهراء شوية وجيتك قال له يعني أنت تأخرت لأن ساعدت الزهراء قال له نعم قال له رحمتها رحمك الله يا بلال الله يرحمك من ساعدت فاطمة الزهراء هيك النبي يحب فاطمة الزهراء وإذا هاي العزيزة توقف على قبر أبوها تقول له بس غاب شخصك يا ولينا ألقت رواية الشر علينا إجانا الصهاكي وشياطينا وياهم حطبوا بشايلينا أنا ليه طلعت ولها وحزينة قلت ليش عندك جايلينا ولك إش عندك جايلينا وكل يوم قلبي مروعين ملوعين بويا من شافني المشرج بدينا ردني وسطر خد بيمينه الله يشيل يمينه ان شاء الله بويا من شافني المشرج بدينا ردني وسطر خد بيمينه بيمينه يا قمت دقن باب ينباب بل كان ينتقض لحقوقي طلاب يا وسفة يا بطلاب تصافوا بينهم واصبحوا أحباب بسانة وعلي طلعين أغراب بسانة وعلي شلون حكي هذا يوجع القلب يا بزانة 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 وعلي طلعين أجناب 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 يا أبويا كان كل هالناس مديون وجوا للبيت للعتبة يطبون لذت بالباب تسترني من العيون عصروني وأنا خلف الباب يدرون يا بعصروني عصروني عصروني وانا خلف الباب يدرون 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 بقيت على هذه الحالة حتى قضت نحبها عليها السلام دفنها علي عليه السلام
وجلس عند قبرها إلى الصباح، ثم رجع إلى الدار من بعد ما قلت لزينب قعدت من النوم. ورجع أمير المؤمنين عليه السلام، هاي ليلة وأكو ليلة ثانية، أكو ليلة ثانية. وين الذي يقطع بيده؟ والله يقطع بيده وياخذ معصب وشكوى يبيده، ياخذ معصب وشكوى يبيده ويوصل للغرب هاللي يلريده، ويصيح بصوت وينك يا الصميدة، يا يا الصميدة يا الصميدة، زينب يا علي ظلت وحيدة، يا وحيدة وترى حسينكم قطعة وريدة، وهذه كربلة ما هي بعيدة بويا، هذه كربلة ما هي بعيدة.